صباح الخير، صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حبيت نوريكم حاجة فوقنا الصباح، كيف ما تشوفوا، تشوفوا في المنظر الدنيا بيضة، كيف ما تشوفوا ديجا قاعد يصب، كان تلاحظوا كيف تشوفوا الدنيا بيضة بالثلج. شوفوا ديجا حتى السماء ماهيش ظاهرة، يعني صب في بلايص بعيدة. شوفوا فوق الديار مازال يصب ديجا. حبيت نوريكم المنظر هذايا الصباح باش نعيشكم معانا الاجواء والبرودة متاع الطقس. كيف ما تشوفوا في تونس، خاطر جوست في الشمال هكا يبدا ثلج يصب، فما عباد ما في المناطق متاعنا بار اكزومبل نحنا في سيدي بوزيد ما يصبش الثلج كيف ما شفتوا. ان شاء الله المنظر هذايا يعجبكم. نستناكم ان شاء الله اليوم بقدرة ربي باش نهبط لكم فيديو مزيان برشا. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد. خليكم على المناظر هذية، في امان الله.